Hello my students, my name is Dr. Marwa Sawi and this is my channel with name Dr. Marwa Sawi from Chemistry and Science. I am graduated from Faculty of Science with total grade excellent with honor and I have a doctoral degree in biochemistry. We will study science and chemistry together in a fun way. Please don't forget to like, share and subscribe my channel to reach to a large number of students to learn everything about science and chemistry. For all grades, primary, preparatory, and secondary levels. Thank you for watching. Now we will talk about exercises on lesson 3. هنحل النهاردة مع بعض يا ولاد exercises on lesson 3 لحبايبي طلبة grade 4. Question number 1. A firefly is not a bird. يعني الفايرفلاي يا ولاد احنا قلنا ان هو انسكت صح؟ هنا بقى في السؤال بيقولك is not a bird يعني مش طائر but it is a type of ولكنه نوع من احنا خدنا يا ولاد ان اسمها اصلا الفايرفلاي بيتلز الخنافس تمام؟ يبقى اسمها firefly beetles. Which of the following is not a reason for the fireflies to produce a flashlight؟ يعني بيقول لك كل الإجابات اللي هو مدهالك دي هيبقى في منها واحد مش سبب إن الفايرفلايز بينتج ضوء أو بيطلع منه ضوء. Number one to attract a mate. طبعا دي مفروض صح لكن هو عايز not a reason اركز not a reason يبقى الصح دي مش هختارها to warn off from predators طبعا دي برضو صح هو بيطلع الضوء عشان ينبه اصدقائه يعني من البريديتورز الحيوانات المفترسة طيب for communication بيطلعها برضو عشان يتواصل يبقى مش باقي غير to hear in the dark يبقى علشان يسمع في الدارك أكيد يعني مش هيطلع ضوء عشان يسمع بيه changing the pattern of light of lightning up in a firefly is an example of adaptation يعني إن هو بيغير الضوء بتاعه لما بيكون في جروب تاني من الفايرفلايز ده بيكون مثال للأدابتيشن يا ولاد طيب adaptation ايه بقى structural and behavioral adaptation ولا structural adaptation only ولا physical and behavioral or number D only behavioral يبقى يا ولاد هو number D only behavioral يعني ده تكيف يعني مش موجود في تركيبه هو ده سلوكي يعني هو اللي بيعمله يبقى behavioral only طيب number 4 people can use the following ways to communicate يعني الناس بتستخدم طرق مختلفة علشان تتواصل مع بعضها ما عدا تعال نشوف people بيستخدم الريدنج يبقى مش هختارها طيب الرايتنج برضو مش هختارها طب speaking برضو مش هختارها يبقى فاضل الفلاينج لانه ما بيطيرش الإنسان ما بيطيرش يبقى flying. The ability to communicate through language and speech separates from animals. يعني القدرة على الاتصال من خلال language and speech يعني اللغة والتحدث separates نقط from animals يعني ده بيكون مختلف عن مين يا ولاد عن الهيومنز برافو عليك يبقى separates humans from animals ده اللي بيفصل بين الهيومنز والانيمالز number 6 reading and writing are common types of communication in نقط world يعني القراءة والكتابة دي تايبس متنوعة أو مشهورة جدا من التواصل فين يا ولاد between مين أكيد الهيومنز يبقى number A طيب number 7 displaying light is a type of communication that is found in both displaying light احنا قلنا ده بيبقى موجود في الانيمالز وموجود في الهيومنز يبقى الإجابة عندي هتبقى number C animals and humans احنا قلنا ان هما بيبقوا مشتركين في البروديوسينج ساوندز اللي هي الهاي بيتشد واللو بيتشد وكمان الديسبلاينج لايت ان هما الاثنين
بيطلعوا ضوء أو بيتواصلوا كنوع من التواصل بالإشارات اللي هي اللايف. طيب question number two, choose from column B sweets in column A. Number A is a type of communication in plants only. يعني إيه اللي بيبقى موجود في البلانتس في النباتات only. وإيه كمان number B, إيه أنواع التواصل اللي بتكون موجودة في الحيوانات فقط in animals only. طب number C in humans only. طيب number D in both animals and humans. خلي بالك معي watching TV طبعا ده خاص بالhumans only, يبقى number 1 with number C, يبقى اكتب هنا C. انا مش عايزة التوصيل ده يكون في الامتحان خالص, انسى اللي انا قلته ده, ان التوصيل ده ما بعملوش في الامتحان, انا بكتب number 1 بتقابل number C. طيب الايكولوكيشن يا ولاد يبقى ده مين؟ ده الانيمالز اونلي, يبقى نمبر بي 2 مع نمبر بي. طيب نمبر 3 displaying light, احنا قلنا دي حاجة مشتركة ما بين الاتنين, يبقى بقص animals and humans, يبقى هنا نمبر 3 مع نمبر دي, يبقى هكتب هنا نمبر دي. question number 3 put true or false, fireflies produce flashlights to warn off from predators. يعني هي بتصدر الضوء, الفايرفلايز بتصدر ضوء, الضوء ده to warn off يعني عشان تحذر أصدقائها من البريديتورز, من الحيوانات المفترسة طبعا. true. طيب fireflies are wingless beetles, طبعا لا هو خنفاس يعني خنافس ذات يعني هي خنافس وليها أجنحة بتستخدم كمان الوينجز بتاعتها, يبقى هنا الإجابة false. number 3 speaking is the only way to communicate with people, طبعا false, هي مش الطريقة الوحيدة عشان يتواصل مع الإنسان, يبقى كلمة only دي هي اللي غلط. طيب echolocation is a type of communication between humans, يعني لخاصية الإيكولوكيشن بروبرتي ده نوع من أنواع الاتصال بين الهيومنز, طبعا غلط, between animals. طيب number 5 fireflies produce a chemical reaction inside their bodies that allows them to light up, يعني fireflies produce بتنتج تفاعل كيميائي داخل جسمها اللي هو بيسمح ليها ان هي تدينا ضوء, تدي ضوء لزمايلها, طبعا ده صح. طيب a cell phone is a device that is used in communication between humans, ايوه طبعا هي السيل فون بيستخدمه الهيومنز, يعني هي وسيله تواصل. طيب complete the following sentence. question number 4 number 1 fireflies use the sense of a ولاد of sight, use the sense of sight to communicate with each other عشان يتواصلوا مع بعضهم. طب number 2 fireflies produce flash pattern to attract نقط to reproduce عشان تجذب مين يا ولاد؟ أميت الزميل بتاعها او زميلها عشان يتزوجوا ويتكاثروا. طيب fireflies communicate with each other by producing a knot inside their bodies, طبعا هي بتعمل produce بتنتج chemical reaction that makes them light up عشان كده هي بتنور. طيب number 4 a group of fireflies can change their own their own flash pattern, برافو عليكو, to match the flash pattern of another group to communicate عشان تغير الباترن بتاعها, اللايت باترن بتاعها بتغيره عشان يختلف عن الجروب الاخر عشان يعرفوا يتواصلوا مع بعض. طيب number 5 وقلنا ده كمان نوع من الادابتيشن اللي هو behavioral adaptation. طيب number 5 watching TV is a type of communication that use the senses of a ولاد, يعني انا بتفرج على التلفزيون, يبقى ده نوع من انواع التواصل اللي بستخدم فيه حواس ايه يا ولاد؟ السايت والهيرنج, الرؤية والسمع.
برافو عليكم. يبقى sight and hearing. طب number 6, among the types of communication that are used by humans only are نقط ونقط, يعني من بين كل انواع التواصل اللي بيستخدمه الانسان حاجتين هم القراءة والكتابة, وطبعا بيختلف بيهم عن الانيمالز, يبقى reading and writing. برافو عليكم. Number 7, the types of communication that are used by both animals and humans, يعني كل انواع التواصل that are used اللي بيستخدمه الانسان والحيوان معا. اول ما الاقي كلمه بوستي يبقى هيجي بعدها اتنين, هيجي بعدها حاجتين, animals and humans او حاجه and حاجه. يبقى ار ايه يا اولاد؟ انواع الحاجات قلنا اللي هي بتكون في الاتنين قلنا هم حاجتين, البروديوسينج ساوندز, تاني حاجه ديسبلاينج لايتس. يبقى producing ساوندز and displaying light. Question number 5, give reasons for number 1, humans receive and send information through speaking, writing and reading. يعني الانسان بيصدر ويستقبل معلومات من خلال التحدث والقراءه والكتابه. يبقى ده كله to communicate to each other, to communicate to each other. طيب number 2, fireflies use different pattern of flashlights to communicate with each other. يعني ليه fireflies بيستخدموا patterns مختلفة من الضوء عشان يتواصلوا مع بعض. يبقى to warn off from their predators, علشان يحذروا زمايلهم من البريديتورز من الحيوانات المفترسة, or to attract a mate او لجذب زمايلهم للتزاوج, يعني to reproduce كمان. طيب fireflies produce a chemical reaction inside their bodies, يعني هم بيصدروا تفاعلات كيميائية في أجسامهم, طبعا ده عشان to light up their bodies, to light up عشان ينوروا جسمهم, يبقى to light up their bodies and communicate with each other, وبرضو عشان يتواصلوا مع بعض لأن دي هي طريقة التواصل بينهم, إنهم بيفرزوا chemical reactions من في أجسامهم بتخلي أجسامهم دي تنور ويتواصلوا مع الآخرين. طيب what happens if a firefly wants to attract a mate to reproduce, يعني firefly ان هي بتجذب الميت to reproduce عشان يتزوجوا ويتكاثروا, يبقى it produces a chemical reaction. يبقى لو حصل كده يبقى ده اللي هي, يبقى it produces, هتنتج chemical reaction في جسمها علشان تنور. يبقى it produces a chemical reaction inside its body to light up. Put true in front of the way of communication used in each of the following items, car lamps, television, traffic lights, radio. ومديني طبعا الكار لامبس بتطلع لي لايت, التلفزيون بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي بوست لايت اند ساوند الاثنين. احنا قلنا كلمه بوست يبقى هيجي بعدها حاجتين وبينهم اند, يبقى تلفزيون يبقى بستخدم فيها الضوء والصوت. طيب اشارات المرور بستخدم فيها ايه يا اولاد؟ اللايت. برافو عليكم. طب الراديو بستخدم فيه ايه يا اولاد؟ الساوند اونلي. وبكده يا اولاد نكون خلصنا اكسرسايزز اون ليسون 3 في كونسبت 1-3. اتمنى ان شاء الله يا اولاد نكون يعني فهمنا كل الاسئله وطريقه اجابتها ازاي, والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد بشرح درس جديد ان شاء الله.